الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنبحث هذه العافية بسم الله من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها أفكلما جاءكم
قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله هذا كله الحضرة مفتوحة لضغط الملكة على المبيض ومرض الشمع أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن ولقد جاءهم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل بسم الله ما شاء الله فحص الخلايا لكي تكون قوية وتتأكد أن ليس هناك تطعيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من كان